السلام عليكم ورحمة الله متتبعين قناة خديجة ونفاتي، تنقول لكم مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة إن شاء الله. غادي نحضر لكم بنتي إن شاء الله الطبق هذا كما كتشوفوا كيجي لذيذ وزوين بزاف. إن شاء الله غادي نحضروا لكم بصوص طوماط والطون، غادي تتبعوا مع كاع المراحل إن شاء الله، راه كيجي زوين وكيبغوا الصغار والكبار كذلك. نتمنى يعجبكم الفيديو، إلا عجبكم ما تنساونيش اللايك والاشتراك، اللي ما مشاركش معايا تنقول ليه شارك. تنقول لكم شكرا لكم كاملين بدون استثناء، شكرا لكم على التعاليق وعلى التفاعل ديالكم معايا باش ما نطولش عليكم بزاف. ها انتم كيف ما كتشوفوا فكيجي زوين. بالنسبه للي باب اي لي باب انتم كتفضلوا، المهم هي البنه راه جات لذيذه بزاف. انا الوصفه ما عجبتنيش فما كنحطهاش ليكم، وانتم كتشوفوا على الشكل هذا، نتمنى يعجبكم. يلا معنا الطريقه والمقادير ديال هاد لي باب هذه اللي كتجي زوينه بزاف. السلام عليكم مشاهدين، كيف دايرين؟ كلشي مزيان؟ فهاد لا فيديو غادي نصايبو لي بات بصوص طوماط والطون. كما كتشوفوا معايا خديت 500 غرام ديال لي بات، غادي نديرها تغسل. غادي تغسلها بعدا هنا، خليتها هي اللي غتقدمها لكم، هي اللي يعني غادا تحضرها معاكم. غادي دير هنا الماء ان شاء الله، غدير الماء باش غتسلق غير الماء والملحه شويه ديال الزيت سيان ديال بنتي. حبستي ديري الماء باش تسلق، هزي الطنجرة ديري فيها الماء. غتحضر معاكم هاد العشيوة اللي هي ساهلة مهلة وخفيفة في نفس الوقت لذيذة، كياكلوها الدراري الصغار كتعجبهم بزاف، وخاصة التية أنا كتحمقني تي عزيزة عليك. صافي انا غديري غير الماء وشويه ديال الملحه، زيت شويه ديال الزيت. الملحه دائما على حسب الذوق ديال كل واحد. صافي بركه. كانت عاد غدير الصوص طوماط الملحه. يلا طلق طلق، دير جهد شي جوج معلقات ديال الزيت المائده، زيت وحده. صافي بركه. غادي تحطها على الغوطه حتى تغلى، تلحق يعني درجة الغليان، وعاد غادي دير على لي بات. لي بات هي غسلاتها، غادي تخلي هنا لي بات ليكم اختيار. هادي هي كتجي زوينة كيف ما كتشوفوا، هي عجباتها هادي. وغادي نخليو الماء تيغلى معاكم ان شاء الله، اغلى خليكم معنا ما تشوفو العشوة لي العشيوة لي تحضرها معاكم حفصة بنتي. من بعد ما حطيت لي بات ديالي في الماء مغلى، غادي نحتاج جوج مطيشات والقزبر ومعدنوس، شويه ديال القزبر ومعدنوس، وربعه الفصوص ديال الثوم. واحد ربعه ديال الفصوص ديال الثوم. علاش قاسمه هكاك من هنا ومن الوسط؟ لحقاش هنا كيكون واحد العرق مضر للصحه، ضروري خصنا نحيدو. ايوا بصح المشاهدين، هذا العرق اللي كيكون هنايا هي زولاته، فضروري خصكم تحيدو تخلصوا منه، ضروري مضر للصحة ما مزيانش. بحالو بحال داك الزريع اللي كتكون في مطيشة، حتى هي خصها تحيد. عندنا طماطم لا ديجا كانت في الكونجيلاتور، غادي نحك صافي و لي بات راهي كتسلق من بعد ما وصل لدرجة الغليان. ياك باش ما تفيضش خليها شويه فتحي باش ما تفيضش هكا. صافي وخليكم معنا مشوفين، هي غتقطع ان شاء الله الربيع تحك هذيك الثومه، خليكم معنا مشوفين. Thank you.
طابت لي الباط غادي نصفيها هنايا حيت منها الماء. الطوماط اللي راه دارتها كطيب شحال درتي المعلقه نقول للمشاهدين؟ درت 3 معالق ديال مطيشه ديال طماطم مركزه. دارت 3 ديال المعالق مطيشه الحك كبار في هذيك البوطه صافي. وهنا لي باط راهي طابت مزيان كيف ما كتشوفوا هي طابت. حنا نولا طلقتي على طلقتو على طاف بزاف غادي تعجن وغادي تصفيها هنا ان شاء الله. هاف شويه لك حبيبه نعاونك هاف شويه لك صافي. تحيدي هذوك اللي بقى هي دارتها هنا تصفى اللي بقى طيب تصفى هنا طابت كذلك. لاصوص راه كيطيب قريبا طاب صافي طفي عليه طابت. صافي وغادي ان شاء الله نرجع في الطنجره ديالها ان شاء الله باش خلطي مزيان. من بعد ما وجد لينا لي بات درناه في طبق التقديم وللتزيين درنا ليها هاد المدنوس هكا للتزيين. وبالصحه والراحه. الله يعطيك الصحه جات زوينه كتشهي كيف ما شفتوا. قربي الكاميرا المشاهدين جات ماو ما شاء الله. وراها حطت تبارك الله هذا الطبق هذا ومازال في الطنجره كيف ما كتشوفوا يعني 500 غرام في الخير والبركه. وباقي تبارك الله باقي تقريبا باقي طبق واحد اخر ما شاء الله. يعني تبارك الله من عجبكم الفيديو واللي عجبكم كيف ما قلنا لكم ما تنساوناش اللايك والاشتراك. وهذه الوصفه راه قدمتها لكم او حضرتها لكم حفصه. نتمنى يعجبكم وطلعوا بالكومونتير واش عجبتكم ولا لا.